طيب تعالوا بقى نبارك لمنتخبين عربيين اتأهلوا نهائي كاس اسيا، نهائي عربي لكاس اسيا، ومباراه النهائي هتكون يوم السبت اللي جاي على استاد اللوسيل، وهيسعى منتخب قطر الى تحقيق بطولته الثانيه في تاريخه، بينما بيحاول بقى منتخب الاردن تسجيل اسمه في لائحه شرف البطوله في المسابقه دي. اول مره يتأهل للنهائي، فبالتالي دي هتكون اول بطوله لو منتخب الاردن كسب. سباق النهائي كاس اسيا احتضن نهائي كاس اسيا قبل كده كان فيه 6 منتخبات عربيه، 3 نهائيات عربيه، 3 نهائيات عربيه بين طرفين عربيين. سنه 96 مثلا كان بين السعوديه والامارات، سنه 2007 كان بين السعوديه والعراق. الحقيقه احنا سعداء بوجود منتخب قطر والاردن في النهائي، والمنتخبين بيقدموا كره قدم جميله جدا، والحقيقه مباريات كبيره خلال البطوله دي. يعني انا عايز اقول لكم انا سعيد باداء منتخب الاردن جدا مع حسين عموتة اللي عمل منتخب كبير جدا، لكن انا هنا مش هنسى طيب الذكر دايما جنرال الكره المصريه كابتن محمود الجوهري اللي عمل مشروع في الاردن ده نتاجه دلوقتي. مدارس الناشئين اللي عملها كابتن محمود الجوهري يوم ما مات كان بيفتتح واحده منهم بالمناسبه، هو فضل يفتتح في المدارس دي لحد ما يوم ما مات طلع من المدارس دي الجيل اللي موجود دلوقتي في منتخب الاردن. دي ناس بقى اللي هي فكرت وخططت وعملت نظام وحطت قاعده وكانت بتركز على البراعم وعلى الناشئين وعلى الحاجات دي كلها، وفتحت باب الاحتراف، وبالتالي منتخب الاردن الان لاول مره في نهائي كاس اسيا. ما ينفعش ننسى دور كابتن محمود الجوهري مع الناس دي، ما ينفعش ابدا بشكل من الاشكال نقول ان البلد اللي حطت تطوير برنامج تطوير لمنتخباتها والفرقها ما ينفعش ما نشكرش كل الناس اللي وصلت لها، كل الناس اللي وصلت بيها للمرحله دي. كره في اسيا صعبه جدا وفيها منتخبات كبيره، وجغرافيا اسيا في فرق من اليابان وفي فرق من كوريا لما تلعب، واستراليا نفسها بتلعب في اسيا قاره كبيره جدا ومختلفه في كل الاشكال والالوان وفي كل حاجه، كرتها حتى مختلفه. فبطوله اسيا دي بطوله من اصعب البطولات القاريه بالمناسبه، لان التوزيع الجغرافي بتاع الفرق دي كاجواء وكمسافات وكمساحات كل حاجه مختلفه تماما. انا بحيي كل المنتخبات العربيه اللي شاركت في بطوله اسيا، وبنتمنى نشوف نهائي جميل بين قطر والاردن وروح رياضيه عاليه. احنا طبعا متعاطفين مع المنتخبين في الفرقتين العربيتين. منتخب الاردن زي ما بقول لحضراتكم الحاله دي بدأ من زمان، اسسوا منتخبات واسسوا اكاديميات عشان يوصلوا للحاله دي، نفس القصه اللي حصلت في المغرب قريب بس هي في الاردن بقى لها فتره، ودي النتيجه بتاعتها دلوقتي. اتمنى ان احنا ندرس الحالات اللي زي دي، ده مهم جدا.